وايد أحب هاي اللعبة، بقدر ألعبها لساعات بدون ما أمل منها. هي المناظر وايد حلوة، روعة. إيه هو ذا الكلام. أنتوا وايد مستانسين بهاللعبة، مع أنها خيال، ومع أنكم ما قمتم من مكانكم أبداً. شو رأيكم تروحون رحلة حقيقية؟ تبون تروحون مغامرة حقيقية؟ أنا باكر مسافر الأردن وباخذكم وياي عشان تعيشون هالأجواء في الواقع. إنزين بتكون هناك مخلوقات فضائية؟ لا يا عبيد، ما في مخلوقات فضائية، بس تقدرون تمارسون نشاطات وايدة وممتعة. الله، وادي رمي ينتظرنا. يا شباب، أعرفكم على وضاح مرشدنا السياحي. يلا يا شباب، مين منكم مستعد لرحلة خيالية؟ يلا تعالوا معي، بنروح الصحراء. هذه مش لكم، انتم بتاخذون هذول. يلا يلا، كل واحد فيكم ياخذ له جمل. شكلك تعرفت على صابر. وشكله ما يحبني. لا بالعكس، انتوا الاثنين بتكونوا اصدقاء بسرعة. يلا كل واحد يركب. شاطر شاطر يا صابر. شوي 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 شوي. صار لي فترة ما ضحكت. اي والله يا سالم وايد يضحك. شوفوا شوفوا عيون جمل صابر، شكلها غريب. ها ها شباب، كلكم زينين؟ الله حلو والله المكان هذا، بالمرة حلو، ينفع لي أخذ صورة لنفسي. شكرا لأنكم انتظرتونا، كانوا قريبين من هالزاوية. منصور يا سالم، عبيد ساعدوني. شباب، حد منكم سمع اللي سمعته؟ شو سمعت؟ كان تركي كان ينادينا. شكلها جتك ضربة شمس يا عبيد، اشرب ماي. منصور يا سالم، عبيد ساعدوني. من وين جاي الصوت؟ ما اعرف، خلني انادي عمي خالد ووضح. هي فكرة حلوة. سالم، منصور، سالم بعد اختفى. شو صار؟ طاح هني طاح هني. سالم، تركي، سالم، حد يسمعني؟ يا منصور. سالم، تركي، وينكم؟ نحن محبوسين هني. انتظروا انتظروا، بنزل لكم حبل. لا تخافون، ها خذوا. مو قادرين نوصل للحبل. عبيد، اربط الحبل في هالصخرة، انا بنزل واشوف اذا بنقدر نربط الحبلين مع بعض. اتمنى اللي
التوفيق يا صديقي. انزين. منصور، انتوا بخير؟ ايه بخير. بس ايش هي الخطة؟ نربط الحبلين ويا بعض وبعدين بتفرون لي الحبل. والحين كلنا بنطلع. هو؟ عبيد شو صار؟ لا 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 لا. عبيد شو صار؟ الحبل انفتح وما قدرت امسكه. شو بنسوي الحين؟ في اي انفاق توصلنا لبرا؟ ايش ده؟ كل شيء مسدود، من اول بندور ما حصلنا شيء. واو، شكل المكان خيالي، كأنه من العاب الفيديو. مو وقتك الحين يا عبيد تتكلم عن العاب الفيديو. بالعكس الوقت مناسب. عبيد، اذا هذه كانت افضل لعبة عندك شو كنت بتسوي الحين؟ إذا ما قدرت أروح من هالطريق بروح من هالطريق وأدور مخرج ثاني. يلا عيل امشي يا عبيد ونحب نمشي وراك. أنت صدق تعتقد أن هالفكرة بتنجح؟ على الأقل أحسن من أن أنتم جالسين مكاننا وما نسوي شيء، صح ولا لا؟ طيب يلا. واو اوه ايه ها اوه يسار اوه دليل هني. ها؟ هو يعرف ان احنا مش في لعبة فيديو صح؟ الصراحة مو متأكد. لقيته الدليل اللي كنت ادور عليه. يلا كيف بننزل من هني؟ شباب انتوا بخير؟ الحمد لله انكم بخير. كنت وايد خايف عليكم، بس قولوا لي كيف عرفتوا تطلعون؟ الفضل يعود لعبيد، هو اللي طلعنا بأمان واستخدم مهاراته وخبرته في ألعاب الفيديو بعد. Oh.
شمة وخلود يجهزون كيكة للفعالية الخيرية. يمكن تقدرون تسوون شيء بعد يا شباب؟ والله ودنا يا أمي بس نحن وايد مشغولين ب بأشياء. أيوه بالمرة نحن مشغولين، عندنا أشياء ضرورية. صدق؟ بس أنا كنت أتابع التلفزيون. هي وشو هالأشياء يا سالم؟ أشياء مثل؟ أشياء سرية ووايد مهمة. أشياء سرية ووايد مهمة؟ صدق؟ منصور أنت تعرف أنك لازم ما تخش أسرار عن أمك. يمكن أنا أقدر أساهم، شو رأيكم اللي يسوي أحسن كيكة يفوز بمية درهم؟ ها؟ الحين الأشياء السرية المهمة استوت أقل أهمية. أكيد. ممتاز، أنا أحتاج 3 كيكات، تقدرون تنقسمون لثلاث فرق. خلود وشمة ممكن تسوون كيكة التمر والعسل. تركي وسالم ممكن تسوون كيكة الكاكاو. أما منصور وعبيد كيكة الفيكتوريا الإسفنجية. الخبز عملية علمية، هي عبارة عن عملية تحويل خصائص المقادير عن طريق الخلط وإضافة بعض المحفزات والتعريض للحرارة. لا، الخبز هو عبارة عن تحويل المقادير إلى شيء لذيذ. صح يا عبيد، بس العلم هو اللي يخلي طعمها لذيذ. لا يا منصور، التزيين هو اللي يخلي طعمها لذيذ. أعتقد أن عندنا كل شيء الحين. بالضبط، تحضير هالكيكة ما بياخذ وقت طويل، ما نقدر نفوز بسهولة. بس أنا ما أعرف نص الأشياء اللي موجودة هنا. سالم لا تقعد تأكل يا أخي. ليش؟ نحتاجهم يهو، عدنا وايد منها. هذا مذهل. يقول لك الكيكة الإسفنجية محتاجة توازن مثالي لإنشاء هيكل الكيكة من الطحين والبيض، والتفريغات تحتاج دهن وسكر. في هيكل بناه في الكيكة؟ يعني يدرون؟ ما أظن بيكون طعمها حلو. أعتقد حركي شوي أكثر. هي كلامك صح. أقول لك، شفت الكاكاو؟ محتاجينها؟ نحن بنعمل كيكة كاكاو، يعني أكيد هنحتاجه. أقول لك، ليكون أكلتها؟ يمكن. حلو، يعني دحين لازم ننزل البقالة نشتري زيادة. مزج الزبدة والسكر مع بعض يزيد الفقاعات الصغيرة في الخليط اللي تقسم الخليط لطبقات، وهالشي يعطي الكيكة طعم يذوب في الفم. عيال لا توقف، أحب لما تذوب الكيكة في الفم. ما في أي شك إن كيكتنا بتفوز. أكيد بدون شك. يغطي بروتين البيض فقاعات الغاز عشان يحميها من الانفجار وقت التسخين. كيف يعرف البيض إنه لازم يحمي فقاعات الغاز؟ هل هذه البيضات سحرية؟ ولا يمكن يكونون أبطال خارقين؟ إنزين، هل يلبس البيض ملابس أبطال صغيرة؟ أنا جبت الكاكاو بس الخلطة فينها؟ في الملة. لا يا هو، أقصد الباقي.
يكون أكلتها. سالم، كنت جوعان وكنت بعد أبغى أتأكد إن الكيكة طعمها لذيذ. ما كان لازم تاكل خليط الكيك قبل ما تحطه في الفرن، بتمرض. أحس شوي باضطراب معوي. أجل ممكن بالله تروح وتسيبني؟ خليني أشتغل بنفسي يكون أسهل لي قبل لا تخلص علي كل شيء. إذا رأي بيساعدك، ترى الكيكة عجيبة. رأيك زيك بالضبط، ما يساعد بالمرة. تعبت من عجن هالكيكة ومن كثر ما تركي يتذمر، ويا ليتهم كلهم يختفون. مرحبا منصور. عبيد، تركي، اطلعوا، هالشي ترى ما يضحك، وينكم؟ منصور، عبيد، تركي، وين صاروا هايل؟ شمع، خلود، ما في حد هني، كلهم اختفوا. في حد هني؟ في حد هني؟ وينكم؟ وينكم؟ وين صرتوا؟ وين كل حد؟ أحسن، على الأقل مكان هادي بدونهم، ما في حد يتأمر علي الحين. إن شاء الله ما يحصل ليني، يا رب ما يحصل ليني. انتوا كلكم هني؟ زين شفتكم كلكم، حتى انت يا ولد خالتي، الحمد لله انكم موجودين وما اختفيتوا. تحسبت اني ما بشوفكم مره ثانيه. عن شو تتكلم يا سالم؟ انت كنت في الصاله مو في القمر. كنت كاني على القمر، نشيت من النوم ما لقيت حد فيكم، ما حصلت اي حد لا في الشارع ولا في الحديقه. بعدين جلست في الحديقة وفجأة طلع لي وحش كيك كبير، لحقني وكان يبغى يحطمني، بعدين فر علي كب كيك وايد لدرجة انها حاصرتني. عقبها وحش الكيك. تقصد وحش كيك زي كريدو؟ منو فيكم اللي فاز؟ منو بياخذ المئة درهم؟ تركي، شو مستوي؟ شكلك كأنك وحش من الكيك. حيا
حياكم في معرض العلوم السنوي. العلوم هي دراسة العالم المحيط بنا، كيف يعمل ولماذا يعمل بهذه الطريقة. العلوم تجعل المستحيل ممكن، فهي وضعت الإنسان على وجه القمر والحاسوب في جيوبنا. أنا متحمس جدا لمشاهدة ما سيقدمه العلماء الشباب لنا اليوم. يسرني أن أعلن في هذا العام أن الفائزين سيحصلون على جولة كبار الشخصيات للمتحف العلمي، بالإضافة إلى جائزة نقدية. ليبدأ التحكيم، بالتوفيق جميعاً. أها، مولد فاندر جراف غير مؤذي بالمرة، كمل يا مفيد. يقوم مولد فاندر جراف بتوليد كمية ضخمة من شحنات الكهرباء الساكنة، أكثر من 1,000,000 فولت. بالضبط، بس مع تيار منخفض جداً. شوف. غترتك ترفرف على فوق. عمل ممتاز يا مفيد. مرحبا طارق، شو بتقدم لنا اليوم؟ حاضر أستاذ، المشروع عبارة عن مجسم بركان داخل الفوهة في كوب من صودا الخبز. صب شوية خل داخل. يتفاعل الخل مع صودا الخبز. نحن صبغنا صودا الخبز بملونات الطعام عشان تكتسب لون الحمم البركانية. ممتاز، عمل مبدع جدا، شكرا يا شباب. ها منصور، ها شو بتراوينا اليوم؟ أحب أعرفكم على نادر. سلم عليهم يا نادر. السلام عليكم. وعليكم السلام، تشرفنا بك يا نادر. خبرنا أكثر يا منصور. هذا الروبوت يتم التحكم فيه عن طريق برنامج موجود على تليفوني، صممناه بحيث يقوم بمهمات متعددة مثل التنظيف والحمل وتحريك الأشياء وحتى المهام الخطرة اللي ممكن ما تكون آمنة على الإنسان. عجيب، تقدر تراوينا؟ نادر هات الكرة. وبعد قوي، شوفوا نادر، اثني الحديدة. عظيم عظيم، نقدر نضمه لفريق المدرسة للجوجيتسو. عمل ممتاز يا شباب. بداية أشكر كل من شارك في معرض العلوم. شفنا مجموعة كبيرة من المشاريع المميزة، والفائزين لهذا العام هم منصور وعبيد وسالم عن مشروع الروبوت. شوفوا شو بسوي. الاتجاه. شو سويت يا طارق؟ بس بقطعة الحديد هذه ريحتها فظيعة. هذا تخبر؟ صابه مس كهربائي. اخلع خلونا نطلع من هنا. منصور يلا، لازم اوقفه قبل لا يدمر المدرسه كلها. منصور ما تقدر توقفه بروحك. صح، عبيد بيساعدك، أنا بطلع من هني. سالم، نحن فريق، شكلنا بنروح فيها مع بعض. شكراً شباب، خلونا نسير. وين راح؟ أنا متأكد إنه راح من هالصوب. لحظة، نحن ما نقدر نقاتل شيء بهالقوة.
نحن لازم نعطله بدون قتال، مثلا نسحب البطاريات. انت متأكد انك تبى تتقرب وايد من هالروبوت المختل عقليا؟ لقيتها، الحقوني. يلا يلا. اسمعوني، الرغوة اللي طلعت من بركان طارق سببت مس كهربائي للروبوت، صح؟ طيب اذا بللناها اكثر البطارية بتخترب. ما ماسح. خلونا نبدأ. نحن بأمان الحين. نحن نحاول ندمر روبوت عملاق وقاتل بممسحه. وين الأمان في الموضوع؟ نحتاج نسوي كمين. فكرة ممتازة، بنستدرجه صوبنا وبنفاجئه بهجوم مباغت. صح، بس نحن نحتاج طعم. شو ممكن نستخدم كطعم؟ ها؟ أوه لا، مو بنا مستحيل. أوف، يا ليتني ما تكلمت، شكلي بفشل. ها يا الخردة. ما بثني. خذ هذا. لحقوني. جاهز؟ إيلس يا روبوت، إيلس. هجوم. تعالوا وياي إذا تبون تنجون. شوفوا شكله دوخ، سرعة انتشروا. هاي سالم، حاول تشتت الروبوت. عبيد ساعدني اشله. اتمنى انك تكون عارف شو تسوي يا منصور. انا بعد الحين دزو. الكهرباء الساكنة مو بضارة للإنسان لكن مدمرة للروبوتات. أوف، أعتقد أن دمرنا المدرسة. أقول طارق، نحتاج اسمنت زيادة. إذا محتاجين لهالدرجة، ليش ما تون تأخذونه بروحكم؟ عيل يمكن طرش الروبوت ياخذه. لا 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 لا، خلاص نحن بنيبه. منو كان يتوقع أن العقوبة ممكن تكون وايد مسلية؟
بتسويها. ما بسويها. بتسويها. ما بسويها. بتسويها. كل مرة تشتري عصير مثل هذا لازم ينصب وتصير من وراه مصيبة. لا والله. هي والله. قول لي مرة استوى هالشي. خلني أتذكر. أخيرا. تتذكر هالموقف؟ اضغط عليه وبنفوز بالكاس الوطني للرياضيات. أنا متأكد إنك تتذكر هذا الموقف. وأكيد بعد هالموقف. وإذا تبى بكمل. انزل بشوفوا شباب، نحن في مدينة المستقبل اللي تعتمد على الطاقة الشمسية والمائية، كل شيء فيها متصل في بعض ويشتغل بالكمبيوتر، حتى السيارات تشتغل بدون سايق، مستحيل تصير أي غلطة هني. شوفوا هالشي. مرحبا يا شباب، تفضلوا خلونا نروح في جولة. انتبه على العصير. اسمي عابر، الأول من نوعي لجيل جديد من السيارات الذكية، واليوم سأخذكم في جولة قصيرة في مدينة المستقبل. عجيب. عابر، هل في حد يتحكم فيك في مركز القيادة؟ كل السيارات الذكية في مدينة المستقبل متصلة بخادم مركزي، لكن كل سيارة تقود نفسها بنفسها. بصراحة أنت شيء مذهل. أنا أعمل على الطاقة الشمسية، أستطيع أن أقود وأتكلم، وكذلك أنا مزود بلوحة قيادة حساسة للحرارة واللمس والدخان، ويمكنني الشم والتذوق. والحين كل اللي تحتاجه هو صفحة للتواصل الاجتماعي. موجودة بالفعل، ابتسموا. بتصب العصير. أنا أدري أنك بتصب العصير وبتسوي لنا مصيبة. نحن عابر. في شيء غلط. عابر وقف، ليش ما يتجاوب؟ لازم نسوي شيء. باخذهم سيارة سيارة وبستولي على التكنولوجيا، وعقب بزرع فيروس التدمير الذاتي للنظام، وهالشي بيرجعهم سنين ورا، وأنا اللي بستفيد من جهدهم. منصور شو مستوي؟ أحاول أعرف. أسرع يا منصور ولا ترانا بندعم ليدار. شو؟ بسرعة منصور. شو؟ الغاء الغاء. كنا بنروح فيها. مرحبا، شكرا منصور، سأتولى القيادة الآن. أوه لا. يا سلام، كم هذا ممتع، لم أقد بنفسي لفترة طويلة.
ما هذه الرائحة؟ عبيد، هل تحمل شيئا؟ ما هذا؟ رائحته مثل الفراولة. هي عصير المفضل. حقا، أنا كذلك أحب الفراولة. هي في كل شيء، في آيس كريم وعصير وروب ومربى وثلج مهروش. عصير لذيذ. ما تقدر تفلت مني. أنا براضيك. هل أستطيع؟ شو؟ أن أتذوق. هو؟ رشفة واحدة. أرجوك أرجوك. منصور؟ اشغلها شوي، أظن أني لقيت الفرامل. انسى الفرامل، نحن لازم نطلع من هني. هذه مو بصدفة، أكيد في حد ورا هالشيء. نانو، هل كل السيارات موصولة على نفس الشبكة؟ هي وتم اختراقهم كلهم، صح؟ صح. اتبع الإشارة عشان نعرف وين المصدر. لقيته. ممتاز، الحين نعرف وين لازم نسير، بس لازم نعرف كيف. شو؟ أنا صبيت العصير. يعني هذا اللي تحاتيه الحين؟ لذيذ، أحببت عصير الفراولة، إنها نكهتي المفضلة. لذيذ لذيذ لذيذ. هي لذيذ يا رفاق، يجب أن تجربوا هذا العصير. إنني على استعداد لبذل الغالي والنفيس في سبيل الحصول على رشفة أخرى من هذا العصير. أنا عارف وين يبيعونه، بس في شيء لازم نسويه قبل. فشلت الخطة، أنا لازم أطلع من هني. هالتكنولوجيا للكل، ما تقدر تسرقها. الحين خلنا نجيب عصير الفراولة لعابر وللباقيين بعد. شباب، جاهزين لرحلة الصيد؟ أنا جاهز. أنا راح أصيد أكبر سمكة في البحر. وين عبيد؟ شكلي بيأخرنا. هذا هو، وصل. مرحبا شباب. شو؟ شو هاللي على راسك؟ طاقية الحظ. وليش هي طاقية الحظ؟ بس جي، هي بتساعدني أصيد وايد سمك اليوم. هذه مجرد طاقية يا عبيد. لا، هذه الطاقية محظوظة، بثبت لكم الحين. ها؟
هي صح، وايد محظوظة. أكيد اقتنعت الحين أن طاقيتي محظوظة. أظن الجهاز فيه خلل. صدق اللي بتصدقه، أنا متأكد أنها من طاقيتي. ممكن أجرب طاقيتك شوي؟ انزين يلا بس بسرعة. هاي أنا كمان أحتاج شوية حظ. أنا في حياتي ما شفت أحد ربح من دي الماكينة. الطاقية هذه فعلاً محظوظة. الحين دوري. والحين كيف ممكن أستوي محظوظ؟ سالم، ما في شيء اسمه؟ ربحت دراجة رباعية. شو؟ اشتركت في مسابقة من كم من أسبوع والفضل يرجع لهذه وخبروني إني فزت. خليني أجرب مرة تانية. لحظة، بعدني ما خلصت. كم دراجة ناوي تكسب؟ سيبها لي، سيبها. انتهتها. دوري، بعدني ما خلصت. بتخبرها أنتوا الاثنين. وقفوا. ما في شيء اسمه طاقية الحظ. بس أنت شفت شو استوى ويانا كلنا. الحظ والتوفيق أيون من الله، ثم العمل الجاد والاجتهاد، مو بمن شيء تحطونه فوق راسكم. ردوا الطاقية لعبيد وخلونا نسير نصيد سمك وايد. صح، وأنا أبا أستغل طاقية الحظ في كل فرصة. شو طاقية الحظ؟ أسرع 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 الطاقية. أنا بسير أصيد. ما عندنا غير حل واحد. شو؟ نتسلق. كنت حاس. أوه. المكان أعلى من اللي تخيلته. لما أعود ألين ثلاثة نترك الشجرة وتنطوا على المظلة اللي هناك. واحد، اثنين، ثلاثة. ليش ما سبتوها؟ المكان بعيد. لا ما هو بعيد. واحد، اثنين، نط. مرحبا منصور، وين الباجين؟ يلحقون النورس اللي سرق طاقية الحظ مالت عبيد. زين، معناته بيكون نصيبنا من السمك أكثر. يلا وكلنا. هذا هو. جيب. لا لا يسار، يمين يمين يمين. عبيد لا تجري. حاول 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 حاول. سرعتنا تزيد. الحمد لله يا سليمة. قال هدولة. Ha ha ha!
ورز. بس كيف بنقدر نمسكه بدون ما يشوفنا؟ داخل هذين. نسحب الطاقية أول ما أعد ألين ثلاثة، واحد اثنين ثلاثة. عمرنا ما بنمسكه. مرحبا يا عيال. مرحبا شباب. مرحبا، كيف كان يومكم؟ أكيد ما مثل يومك الحلو. ما قدرتوا تمسكون النورس؟ لا خلاص، تعالوا معنا بشتري لكم شيء تشربونه. بلوها هالمكينة كانت خربانة، ووزعت مشروبات مجانية لكل حد. شفتوا؟ الجهاز كان خربان مو من طاقية الحظ. وكمان جهاز الألعاب كمان كان عطلان؟ لا مو بخربان، أنا حطه على مستوى سهل بين فترة والثانية. يمكن الطاقية فعلا ما هي محظوظة. وشو عن الرسالة اللي استلمتها تقول اني فزت في المسابقة؟ صح، الرسالة وصلت اول ما لبست الطاقية. يمكن صدفة. يعني انا ها؟ اوه، الرسالة هذه تطلب مني اتجاهل الرسالة السابقة. كان في خلل وانا ما فزت، المسابقة كلها كانت خدعة وما في جوائز حقيقية. ده كان آخر دليل، والطاقية هذه ما هي طاقية حظ. رجع لي طاقيتي. وليش أصلاً تباها ترجع لك؟ لأنها هدية من يدي، ما أعرف كيف بقدر أرجعها الحين. عبيد، عندك الدرهم اللي استخدمته في جهاز المشروبات؟ يا ود شكرا. الطاقية ورجعت، بس في المقابل ما صدنا ولا سمكة. نحن صدنا وايد ونحتاج حد يساعدنا في أكلهم. فكرة حلوة، ممكن نساعدكم؟ أكيد، منو غيركم ممكن أطلب منهم المساعدة. يلا خلونا نروح ناكل كل السمك. صدقوني حنفيدكم كثير. صح، ما بتصدقون إيش كثر بنكون مفيدين. ما نقدر نلعب الألعاب الفيديو طول الصيف. ما أصدق اللي بقول الحين، متى برد المدرسة؟ ما بلها الدرجة يا عبيد. انت مو بشايف الوضع؟ منصور، شو اخبار الهليكوبتر اللي تشتغل عليها؟ مو بزينة، البطاريات ثقيلة، احتاج مصدر ثاني للطاقة، بس مو بقادر افكر بشي. تدرون شو؟ خلونا نسوي شي ثاني. مثل شو؟ شو رايكم؟ شو رايكم نسير البحر؟ الساعة بعدها 4:30، الجو ما بيكون حار ذاك الزود، احسن من القعدة هني بلا شغل، صح؟ ليش لا؟ اوف، شوفوا هالسيكل. اوه عجيب. وايد حلو سيكل. مليت منه، باخذ واحد احسن منه هالاسبوع. والله سيكل ثاني؟ عيد ميلادك اسبوع الجاي يعني؟ لا، بس قلت حق ابوي اني ابا سيكل جديد، هو دوم يجيب لي اللي اباه. انزين، ممكن اجربه؟ اكيد مليت منه اصلا. وين خوذتك؟ خوذة؟ الخوذة حق اليهال. ها؟ خذ. شكرا. بالمناسبة أنا اسمي سعيد عيد.
تفضلوا. لا شكرا، ما أحب هاي المشروبات. تبى تجرب سيكلي؟ بخليه ينزل الحين. لا مشكور. لا تحب مشروبات الطاقة ولا السياكل، زي شو تحب؟ وايد أشياء. مثل؟ الهندسة، الاختراع، السفر، الاستكشاف. كمل، شو بعد؟ كرة القدم، الجوجيتسو، العلوم. العلوم؟ أبوي جايب لي عدة كيميائية متطورة، بس الصراحة وايد مملة. الكيمياء بس مادة واحدة في العلوم، بعد في الفيزياء والأحياء. أحياء؟ ملل ملل ملل، مو قرف بعد، كلها حشرات وعناكب. يع أبوي قال لي واحدة من هذيل تعطيني طاقة وايد قوية، مثل الطاقة الشمسية. ها؟ لقيتها، يبالنا مقوي للطاقة الشمسية. سالم، عبيد، برد البيت الحين وبكمل شغل على الهليكوبتر، بتجون وياي؟ لا لا لا، لا تخلوني، خلوه يرد بروحه، تمو عندي. أنا بعدني ما جربت السيكل. أها، مو مشكلة، يلا بشوفكم بعدين. منصور منصور، لا تطير الطيارة بدوننا، انزين؟ انزين، مع السلامة. أوه صح، ما خبرتني، شو اسمك؟ أدري. تركي؟ منصور، فين سالم وعبيد؟ على البحر، يجربون سيكل السعيد عيد الجديد. ومين ده سعيد عيد؟ واحد عنده كل شيء حلو، بس اسلوبه العكس تماماً. أيوة، طلع واحد منهم. طيب، وش حتسوي دحينة؟ أركب ألواح شمسية على الهليكوبتر. تصدق؟ جت لي الفكرة من هالولد المغرور. اشتغلت! والله، طلع يجي منه ده المغرور. الحين أنا جاهز أطير الطيارة. المهم خلنا نروح نتلاقى يا سالم وعبيد. شكرا سعيد عيد، خلونا نجيب شيء نشربه. ما له داعي، ما له داعي، عندي وايد 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 من هذيلة. أبوي يشتريه من مكان معين، فيهم سكر وكافيين أكثر من الأنواع الموجودة في المحلات. بس السكر والكافيين الزايد مو بزين لصحتك. والله، بس حتى لو، ما يهمني، أنا عايش على هالمشروبات. يلا شربوا عشان تسمي العلم. أقول انتوا الاثنين مو بصحيح. قوم 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 قوم، يلا خذوا واحدة. شو هو؟ حلويات لذيذة، يلا خذوا عشان الطاقة تزيد. ها؟ وايد لذيذ. بيت، شوف لسانك، استوى لونه أزرق. انت لسانك اخضر وانت لسانك برتقالي. وايد لذيذ. كانوا هني وهذا الدليل، هاي المشروبات اللي كانوا يشربونها. يع شكله بالمره مو قريف. وي احنا ما شفناهم هناك، اقول لك ايش رايك ندور من هنا. يلا تعالوا تعالوا، عندي فكرة وايد حلوة. لازم نجمع علب العصاير. خلهم مكانهم، في عمال نظافة هم اللي بيجمعونه. يلا بسرعة. تركي شوف، هاي
ايش ده؟ شكله بالمرة ما يشجع ولا هذا. المفروض ما يدخل هني. لا تستوي جبان، اصلا ما حد يهالصوت. طلع السياك الفوق الحين صدق بنستانس. ها؟ ايه بس هذا وايد خطير. لا تستوي جبان، انت بعد انت اللي بغيتي تستانسون. ايه بس شو؟ شربتوا مشروباتي وكليتي حلوياتي بس ما تبون تلعبون وياي؟ يلا قدامي. لا 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 أظن لازم ننزل. هي بتنزلون بس من هني بيكون وايد ممتع. مستحيل، ما عندك حل ثاني. لا 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 أقول لك لو كانوا مفقودين كنا هنحصلهم بسهولة من آثار الزبالة اللي في كل مكان. ما بنزل هني، ما با. سالم عباد. لحظة، إيش بتسووا هنا؟ افتكينا منهم من شره.